فعلى بركة الله متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تيفي. ليلة سعيدة للجميع. موضوع الليلة متابعي القناة هو تردي الخدمات أو مردودية خدمات في بعض الجامعات القروية خاصة في المجال الصحي. متابعي قناة شوف تيفي، وخير دليل وباش غادي نركز على نقطة واحدة متبع القناة هي وفاة إحدى المواطنات في جامعة تيزي وسليم متبع قناة شوف تيفي، أحد الدواوير التابعين لجامعة تيزي وسليم متبع القناة. سيدة توفت نتيجة نزيف بعد الولادة متبع القناة. لكن السؤال المطروح، على ما سمعنا من رسالة من مجموعة من الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه السيدة متبعة قناة تعرضت للنزيف بعد الولادة، مشات مستوصف كتطلب خدمات المستوصف على لسان ساكنة تيزي وسلي على لسان العائلة ديالها، كتطلب خدمات المستوصف ما جاوبها حتى شي واحد، وإذا به كينقلوها لتازا وكتفارق الحياة. فهنا من يتحمل المسؤولية؟ هنا واش المستوصف في الجامعات القروية خصو يخدم 24 ساعة على 24 ساعة أو يخدم التوقيت العادي ديالو؟ هذا في حالة ما إذا ما كانش المستوصف ديك النهارات خارج الخدمة. مجموعة من الروايات سمعناها في هذه القصة ديال تيزي وسلي، وحنا إن شاء الله كمراسل قناة شوف تيفي غادي نطلع تيزي وسلي نهار إن شاء الله ونشوف معاناة هاد الناس ونسمعوا القصة الحقيقية لهاد السيدة. لكن مجموعة من الأمور اللي كيعاني منها مجموعة من المواطنين، بينها سيارة الجماعة اللي كتنقل المصابين أو المرضى من الجماعة إلى المدينة متبعي قناة شوف تيفي. كنسمعوا على أنك إلا بغيت تمشي في سيارة جماعة قروية إلى المدينة خصك تخلص الفلوس متبعي قناة شوف تيفي، أو كيخصك تخلص كيقولوا ليه الثمن ديال السيارة، يعني 70 درهم 100 درهم. هذا واش ضروري أنني نخلص الثمن ديال أن باش يوصلني سائق ديال أمبيلونس ديال الجماعة إلى المستشفى الإقليمي بإقليم تازة؟ فهنا مجموعة من التساؤلات كنطرحوها متابعي قناة شوف تيفي على واش كاين تردي ديال الخدمات القطاع الصحي بالجماعة القروية أم لا. كنسمعوا بزاف ديال المواطنين متابعي قناة شوف تيفي كيقول لك بأن الا بغيتي تعيط الامبولانس ديال الجماعه كيخصك واحد الوقت كبير عاد باش يجاوبوك، حتى الا جاوبوك متابعي قناه شوف تيفي كيقول لك حتى الا جاوبوك يقدروا يقول لك خصك تاخذ رونديفو. مجموعه من الامثله، وهنا مع سيان اقول بالنسبه للسيده اللي توفات في تيزي وسليم متابعي قناه شوف تيفي، غادي نقول هذه السيده الله يرحمها، لكن علامه الاستفهام تطرح متبع القناة على الخدمات الصحية أو الخدمات التمريضية في الجامعات القروية. سمعنا بزاف ديال الجامعات القروية عندهم مشكل ديال تردي الخدمات. سمعنا بزاف الجامعات القروية كيقول لك غير فرملي اللي كاين الطبيب ما كيجيش. سمعنا بجموعة من الجامعات القروية كيقول بأن الفرملي عليه كل شيء والطبيب ما كيحضرش. فهنا المسؤولية متبع قناة شوف تيفي، شكون اللي كيتحملها متبع قناة؟ فمن قلبي إقليمي تازة نتمنى إن شاء الله الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء، ونتمنى إن شاء الله أننا نقضيو على أزمة كورونا والكوفيد 19 بالمملكة المغربية، ونتمنى أيضا بعد هذا النهار كما شفنا يوم تاريخي بالنسبة للكوفيد 19 بجهة فاس مكناس، حالة واحدة في الجهة كاملة سجلت بإقليم صفرو، صفر حالة بفاس، صفر حالة ببولمان، صفر حالة بمكناس، صفر حالة بتازة، وتوريد صفر وتوريد صفر حالة. مع سينا نقول إلى الله يرفع عنا هذا البلاء وهذا التونات صفر حالة وهذا البلاء، ونتمنى إن شاء الله أن الخدمات في الجماعات القروية أنها تكون دس مردودية، ونتمنى إن شاء الله حتى داك النقل ديال المصابين او المرضى من الجماعات الى المدن ما يكونش واحد نقص في المردوديه ديال الخدمات. شفنا قبيله شبت مباشر سياره تابعه لجماعه مغراوه هنايا في احد الاحياء بيتها، فهنا اضطرينا ان نديروا بث مباشر ونهضروا على هذا المشكل
ديك السياره المكان ديالها اما باب الجماعه القرويه ديال مغراوه او المستشفى الاقليمي بنو باجه، يمكن لا تثبت لك حدا دارك يا اخي او في شي بلاصه، ولا لحقاش هذيك تابعه للجماعه وفلوس دوله، هذيك مازوت ديال الدوله وفلوس ديال الدوله وسياره ديال الدوله. ديك السياره ديال باب ديال جماعه مغراوه خصها تبات في مغراوه، الا كنت انت في تازه خص يكون شي سائق اضافي لكم في مغراوه، الا مرض شي واحد من مغراوه ماشي انا عاد غادي نوض من تازه على خاطري والنوض كنطير حتى المغراوه، شحال خصني ديال الوقت يكون المريض زاد المرض. فهنايا نتمنى ان شاء الله الامور تزيد تحسن وانتم الامور تزيد ما عسايا نقول الامور تزيد من حسن الى احسن. متابعي قناه شوف تي في، كانت شكرا لكم على التواصل ديالكم معنا هذا النهار، شكرا لكم على الحب ديالكم قناه شوف تي في، ونتمنى ان شاء الله خدمات صحيه في المستشفيات والخدمات الصحيه وفي المستوصفات بالمجال القروي ان تحسن. ما تقلقوش منا، فاحنا ماشي موجودين باش نديروا المشكل، لكن موجودين باش نوصلوا رساله للمسؤولين، وموجودين باش حتى بعد الناس الله يهديهم اللي ما كيديروش خدمتهم انهم يتزيروا شويه وبداو يخدموا. فما يمكنليش انا نشوف سياره امبولانس ديال الجماعه بيت حدا شي منزل او بيت في شي دريبه مخبعه، هذيك المكان ديالها راه اما حدا جماعه باب مغراوه او حدا المستشفى الاقليمي بنو باجه، كل حاجه كيخصها تكون بلاصتها. متابعي قناه شوف تي في من قلبي اقليمي تازه، نشكركم استودعكم الله، وغدا ان شاء الله نتلاقاو مع 8 بداية يوم جديد. سفر حالة بتازة لمدة 3 أسابيع. شكر خاص للأطقم الطبية، شكر خاص لرجال الأمن، شكر خاص لرجال الوقاية المدنية، شكر خاص لكل من ساهم في القضاء على الكوفيد 19 وكل من ساهم في محاربة الكوفيد 19، وشكر خاص أيضا لجلالة الملك محمد السادس نسأل الله صاحب الخطة السباقية للقضاء على كوفيد 19 بالمملكة المغربية. أيام الحجر الصحي والآن اللقاح وصل للمملكة المغربية، والمغاربة انخرطوا في عملية أخذ اللقاح مع سلام. أقول نتمنى خدمات التمريضية في المستشفيات أنها تلقى استحسان طرف المواطنين، وهذا الشيء كل شيء كنديروه من طرف المواطن. انا الا قبيلات كنت كنغوت على امبولونس ديال جماعه مغراوه بيتها في دريبه، فراه هذا لمصلحه المواطن بالدرجه الاولى، ومصلحه المواطن ديال الجماعه القرويه بالدرجه الاولى. من قلبي اقليمي تازه استودعكم الله.